بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. احنا نتبتل إلى الله إن ربنا يوفقنا في هذه المسؤولية الكبيرة جدا، ويعني تكليف كبير وثقة غالية جدا من رواد المجتمع وأئمة المجتمع في الثقافة والمحامين. دول يعني ليس كأي أناس في المجتمع، وإنما دول قادة المجتمع. فلما يثق فيه قادة المجتمع ويدوك هذه الثقة الغالية، بالحمد لله يعني الجمعية العمومية في جنوب القاهرة يعني كللتني بهذه الأمانة وطوقت رقبتي باكتساح ونجاح. اعتبروني أنا كنت أقل واحد فيكم، وربنا ابتلاني بهذا المكان واسمحوا لي أكون سفير عنكم ومندوب داخل هذه النقابة العظيمة لصالح الجمعية العمومية. ما كنتم تطمحون فيه وما كنتم ترغبون فيه من أمال ومن برنامج، مكتبي هو مكتبكم وأنا هو أنتم وأنتم هو أنا، وسوف نكون جميعا في خندق واحد، ولا يشعر أحدكم أنه قد تخلفت أو زلت قدمه على التوفيق، وإنما أنا هستقبلكم هنا وأنا أكون معكم، أنا وآخر واحد أكون معكم، وسوف نضع موضع التنفيذ كل البرامج اللي انت كنتم تهدفون اليها وتطمحون اليها. انا ابو بكر محمد ضوى، كنت مرشح عن محكمه شمال القاهره. الحمد لله نجحت بعدد اصوات 4158 صوت. كان البرنامج الانتخابي بتاعي بان انا سوف اقوم باستكمال البرنامج اللي انا انتخبت على اساسه في الفتره السابقه. بمشيئه الرحمن الدورة ديت أنا هأكد على تعديل قانون المحاماة في عدة بنود كتيرة جدا، من ضمنها إعطاء التصديق على التوكيلات وعلى العقود إلى المحامين، مما يكون يؤدي إلى أن المحامي يكون له دخل كبير جدا، بدل ما الرسوم دي كلها بتروح الى مكتب شارع عقار. يعني انا لفيت، رحت السودان ورحت ليبيا ورحت معظم الدول، ما لقيتش ان التصديق الا لازم يكون هو عن طريق المحامي. يبقى في هناك حاجه اسمها المحامي الموثق، بيقوم بتوثيق العقود والتوكيلات، ويقوم بعد هذا الى النقابه الفرعيه للتصديق على توقيعه، ثم الى الشارع العقاري، وده هيجيب دخل كبير جدا للمحامين، فده هيكون فرصه كويسه طيبه للشباب. الحاجه الاخر، تعديل برضو في قانون المحاماه اللي هو اتعاب المحاماه. اتعاب المحاماه بتحصلها في المحاكم، وبيبقى من الصعب جدا ان احنا نحصلها. فانا في رؤيتي بمشيئه الرحمن ان تكون النقابه هي المسؤوله على تحصيل اتعاب المحاماه بالطريقه التي تراها، اما عن طريق طابع دمغه او عن طريق انها تعمل فرص للمحامين انها تقوم بتحصيلها. فده يؤدي بالايجاب على النقابه وعلى موارد النقابه ويزيد من مواردها. الشيء الاخر، تنقيط جدول النقابة. يعني النقابة مرخمة لغاية دلوقتي تقريبا بحوالي 490 ألف محامي، الذين يعملون بالفعل لا يتعدوا 100 أو 150 ألف محامي. فإحنا هنعمل في المشروع القانون تشكيل لجان في النقابات الفرعية مسؤولياتها تنقيط الجدول، مما يؤدي برضو بالإيجاب أن بدل الخدمة بأديها إلى 490 ألف محامي بأديها إلى 100 أو 150 ألف محامي. ده هيؤدي عليه بالإيجاب، المعاشات هنقدر نزودها، العلاج هنقدر نخليه بطريقة ممتازة، وفي بعض حاجات أخرى خاصة بحصانة المحامي إن شاء الله سوف تعلن للمحامين عبر المواقع النقابة الرسمي، ويحصل فيها جلسات استماع. الانتخابات كانت نزيهة جدا ومن غير تدخل اي حد من اي قوة او من غير ومن غير تدخل امني، وكانت في امان والحمد لله النتيجة سلمية، وما حصلش اي حاجة. يعني الحمد لله ما فيش حد تدخل في اي حاجة، ويعتبر ده رأي المحامين ورأي حر كمان.
نادية محمد فارس. الحقيقة اول مرة فعلا احضر انتخابات نزيهة جدا، محترمة جدا، كل الناس اللي كانت موجودة كانت بتحترم بعضها، وبقول لكل الموجودين ان نقابة المحامين امانة في ايديهم واحنا واثقين فيهم.